السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة مختلف تماما، بس قبل ما أبدأ موضوع حلقتي خلينا أرحب بزميلتي الجميلة أستاذة هند شاهين. صباح الخير هند. صباح النور أستاذة آية. عاملة إيه؟ الحمد لله حبيبتي. يا رب الحمد دايما. لله. موضوع حلقتي النهاردة بيتكلم عن الشعر. الشعر اللي هو خاطب الكبير والصغير، الشعر اللي علاج ودواء لكل شخص فينا، الشعر اللي ياما كتبنا عنه حاجات كتير جدا، الشعر اللي مهما قلنا ومهما اتكلمنا عنه يعني لا يكفي. الشعر زي بحر ما تقدرش عينك تجيب اخره. معانا ومعاكم النهارده الشاعر والدكتور استاذ محمود. ازي حضرتك استاذ محمود؟ ربنا يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله والله. يا رب دايما. عايزين بس حضرتك قبل ما نبدا موضوع حلقتنا نتعرف على حضرتك اكتر. انا حضرتك اسمي محمود علي عبد الساتر. حاصل على ماجستير في اللغويات من كليه اللغه العربيه جامعه الازهر باسيوط. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمود، نورتنا ونورت اسرار الحياه. ربنا يكرمك يا استاذ، حلقه موفقه بحضرتك. وانا سعيد بوجودي معكم والله. ربنا يخليك. استاذ محمود، احنا كنا زمان بنسمع عن الشعر والالقاء والحاجات الجميله ديت. ونادر قوي لما كنا بنلاقي حد عنده الموهبه ديت، كان نادر قوي. فحضرتك كنت بتقولي ان انت بدات تكتب الشعر من زمان، كنا عايزين نعرف امتى بالظبط. والله هي الموهبة كانت موجودة يعني من الصغر يعني. فأنا بدأت كنت في الصف الرابع الابتدائي. تمام. وبعدين الموهبة يعني نمت يعني لغاية ما في الصف الثالث الإعدادي كده برضو كتبت شعر، بس طبعا إيه المشكلة إن أنا ما احتفظتش بالشعر ده. هي أول قصيدة كان اسمها إيه كتبتها؟ قصيدة بتاعت الصف الرابع الابتدائي دي كانت عبارة عن مناجاة او تأملات في الكون يعني. كان في حد يبقى شجعك يعني في الفتره مش دي؟ مش مجرد قصائد بتحفظها من الكتاب لا. فقط لا غير، او شعر لا لازم طبعا تكون في موهبه من الشعر، ما ينفعش ان مثلا اخد شعر حد وانسبه لنفسي، مش هينفع. فطبعا لازم تكون في موهبه. كان في حد يشجعك؟ طبعا انا كنت الشعر بتاعي كنت بعرضه على المدرسين بتوعي وخصوصا مدرسين اللغه العربيه. فكانوا بيقولوا لي انت لازم تكتب يعني كتير وكده عشان تنمي الموهبه بتاعتك. فالحمد لله يعني انا كنت بسمع النصيحه بتاعتهم، وكان في يعني لما تيجي حاجه كده تخطر على بالي يعني كنت بكتبها. طب ممكن تسمعنا حاجه؟ والله احنا ممكن نقول حاجه في قصيده نهج البرده. طبعا. اللي هي هنتكلم عليها باستفاضه دلوقتي، اللي هي عباءه الرسول. طبعا عباءه الرسول. البرده لازم تعرف برده يعني ايه برده، ما في ناس برده مش عارفين يعني ايه برده. البرده طبعا دي اللي هي العباءه اللي كان بيلبسها النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. ودي طبعا لما كعب بن زهير انشد قصيده بان السعاد امام النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام، فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم بها وخلع بردته ولبسها له يعني. فهي سميت البردة بعدما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن زهير هذا الفعل. طب نسمع منها حاجة؟ يعني نسمع من قصيدة البردة نفسها ولا قصيدة بتاعتي أنا اللي هي نهج البردة؟ اللي حضرتك، احنا بس عايزين نوين للسادة المشاهدين كمية الإلقاء بتاعت حضرتك في الشعر. طبعا القصيدة بدأت كما بدأ الشعراء الجاهليون، بدأت بالغزل والنسيب اللي هو الحديث عن الحب والحديث عن المرأة. طبعا كانت وجهة نظر الشعراء الجاهلية ان هم يبدأوا شعرهم بالحديث عن المرأة. طبعا ده هيئة الجاهلية، ما كانش عندهم حاجة اللي هم يتغزلوا في المرأة. المرأة. أيوة, ايوه ايوه طبعا كانوا بيفتتحوا القصائد بتاعتهم بالحديث عن المرأة. تمام. فأنا طبعا القصيدة بتاعتي من الأبيات بتاعتها: قد جاءني سيد وكنت في نقمي، أضحيت أطوى له دوما على عظمي، ما بال قلب على ذكر الحبيب حيا، إن القلوب لذكر الخل في ألمي، أحسست أن النبي صرت أعشقه، بادلني بالهيام عزة الأمم، قوموا إلى دخلة النفس تألفها، سأل عن حبيبي حفيف الباني والعالمي. طبعا القصيدة طويلة شوية، بس احنا ايه اخترنا بعض الابيات، اخترنا بعض الابيات منها يعني. احنا معنا حاليا اتصال الاستاذة رودي الشاعر. الو. ايوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذه اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا استاذه رودي. بنورك. ازيك يا استاذ محمود؟ مع حضرتك استاذ محمود اهو.
تمام. هو انا بس كان عندي سؤال، ممكن؟ اتفضلي. هي قصيدة البردة دي لماذا سميت بالبردة؟ وهل هي من المعلقات؟ بتقول لحضرتك قصيدة البردة ليه سميت بقصيدة البردة؟ هو احنا لسه كنا بنجاوب على السؤال ده يا أستاذة. هنقولها ان شاء الله. هو طب في سؤال، في جزء من السؤال تاني ولا هو السؤال كده؟ لا هو السؤال بس. هي بتسأل يعني لما سميت قصيدة البردة؟ البردة بهذا الاسم. طبعا قصيدة البردة سميت بهذا الاسم، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام كان كعب بن زهير قبل ما يقول قصيدة بان السعاد كان قال كلام هجاء في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام بمعنى العام، يعني كلام مش كويس في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فهو طبعا رجع يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد بين يديه قصيدة بان السعاد. القصيدة دي سميت ببان السعاد، بس هي ايه معروفة برضو في الشعر بانها بردة كعب بن زهير. تمام. فكان كعب بن زهير بيقول فيها: بان السعاد فقلب اليوم مطبول، متيما متيم اسرها لم يفد مكبول، الى ان قال: ان الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاده للشعر وخلع بردته وكساها إياه. البردة دي طبعا ظلت مع كعب بن زهير وظلت مع أولاده من بعده إلى أن أخذها بنو أمية. فالقصيدة دي طبعا سميت بالبردة على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البردة لكعب بن زهير. تمام. إحنا طبعا الشاعر طبعا من الشعراء العظام جدا اللي احنا بجد فخورين بيه البوصيري طبعا، لقب بشاعر البرده. فطبعا احنا عايزين طب نعرف نبذه عن حياه الشاعر البوصيري. هو الشاعر البوصيري طبعا مصري، وده شرف كبير طبعا لكل مصري ان يكون الشاعر البوصيري ده من مصر. يعني حسيت انه شعر حاجات كتير يعني ولا؟ هو طبعا كان حكاية المدائح النبوية دي مدح النبي صلى الله عليه وسلم بمش قصيدة واحدة بس، ده بكذا قصيدة يعني. فهو لو احنا هنعرف نبذة عنه، اسمه محمد ابن سعيد السنهاجي البصيري. تمام. والده من ضلاص، وضلاص دي قرية في بني سويف، وأمه من أبو صير، وأبو صير دي برضو قرية في بني سويف. البصيري انتقل من بني سويف إلى القاهرة وتلقى تعليمه في مسجد عمرو بن العاص، وانتقل إلى الإسكندرية وتتلمذ على يد المرسي أبي العباس. ما شاء الله. وظل في الإسكندرية، ظل في الإسكندرية لغاية ما توفي وهو في الإسكندرية، ودفن في مسجده بجوار مسجد المرسى بن العباس. فشجع حضرتك هو تلقي شعر او تكتب شعر؟ والله كان طبعا لما كنت بعرض على والدي رحمه الله القصائد بتاعتي كان بيعجب بيها، وكنت بعرض على اخواتي الكبار، عندي اخويا احمد دكتور في كليه التربيه نوادي، فكنت بعرض عليه فكان بيشجعني، وعندي اخي الشيخ معاذ الثاني كان برضه بيشجعني، ومالك اخويا الاصغر مني ما شاء الله ربنا يخليهم. كانوا هم طبعا بيحبوا اللغه العربيه وكانوا بيشجعوني على كتابه الشعر. طبعا انا سالت حضرتك عن اول اسم القصيده كتبتها، اول قصيده كتبتها كانت ايه او اسمها كان ايه؟ هي والله اتذكر ان هي مناجاه لله عز وجل، او تاملات في الكون يعني. اكيد حضرتك لما تيجي تكتب حاجه وفي السن دوت فلازم تبص للكون، لان طبعا حضرتك لسه صغير، خيال لسه ما كبرش. ايوه طبعا. فطبعا كانت مناجاه لله عز وجل، تاملات في الكون، حاجات شبيهه بهذا المنوال. طيب مش حافظ حاجه منها خالص؟ والله مش متذكر فعلا يعني. طب ممكن نسمع اي قصيده منك تاني؟ في طبعا حوار بين السيدة عائشة رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده طبعا أجملته في قصيدة نهج البردة. فمن الحديث ده عبارة عن بيتين من الشعر،
بقول فيهم: قالت له زوجه: أما هدأت جفون من في مناديه على عشم، أنبأها المصطفى بأن راحته يجلبها ورم بالليل في القدم. طبعا احنا عارفين ان السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لما كان طبعا بيصلي قيام الليل لغاية ما تتورم قدماه، فكان بيرد عليها وبيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فطبعا عملنا بيتين شعر يعني على أساس على أساس. الحوار ده. طيب احنا برضو لسه الحوار واخدنا مع البوصيري، هو لقب بشاعر البردة، هل هو خلاص اقتصر على البردة ولا ليه قصائد تانية حضرتك؟ الإمام البوصيري قصيدة نهج البردة بتاعته صارت علما بالبردة، يعني رغم إن سبقه كعب بن زهير في الشعر، تمام ماشي وإنه قال القصيدة بتاعت بني السعاد اللي هي البردة. تمام. رغم كده بس البوصيري لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة البردة، يعني تعتبر هي نهج البردة، بس هو إيه صارت علما عليها البردة. احنا حاليا معانا بس اتصال، هناخده بس ونرجع مرة تانية. تمام ماشي. الو الو، اهلا وسهلا بحضرتك الو. استاذ. انا مثلا مساء الخير، مساء النور يا فندم، منورتينا ونورتي برنامج اسرار الحياة. شكرا جزيلا لحضرتك. ازيك الحمد مستر لله يا محمود؟ فندم. استاذ محمود مع حضرتك تفضل. انا بهني جدا مستر محمود على نجاحه اللي بيوصله دايما، واتمنى دايما نشوف يا رب شخص ناجح متطور متالق دايما. ربنا بس انا يكرمك. كان بس ليا توضيح معين مستر محمود. ماشي اتفضل. انا بس كنت عاوز اعرف يعني ايه معارضه، يعني ايه شاعر يعارض شاعر في القصيده مثلا، وايه الدافع من ورا المعارضه دي؟ تمام، بتسأل عن المعارضة في الشعر، ازاي شاعر تمام. يعارض شاعر اخر يعني. تمام، هو في حاجة تانية كده ولا؟ لا لا، هي كده لا خلاص، هي خلاص كده يا استاذ. خلصت حضرتك. تمام. طبعا احنا كنا لسه بنتكلم في حكاية ان البوصيري عمل قصيدة البردة زي كعب بن زهير ما عمل قصيدة البردة في النبي صلى الله عليه وسلم، على سبيل فيعتبر البوصيري يعارض كعب ابن زهير في قصيدته البردة. وكذلك محمود سامي البارودي بيعارض البوصيري بقصيدته نهج البردة، وأحمد شوقي يعارض البوصيري في قصيدته نهج البردة. فالمعارضة دي معناها إيه؟ إن أنا مثلا أعجب بقصيدة معينة من الشعر، والقصيدة دي أستشربها في نفسي وأقول على نهجها قصيدة أخرى. طبعا المعارضة دي نوعين، لا إما إن أنا مثلا أعارض الشاعر ده على أساس إن أنا بحب القصيدة دي معارضة وبحب، مستحبة ومعارضة غير يعني مستحبة. معارضة مستحبة زي إيه؟ إن أنا مثلا أحب أقول شعر في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال. كذلك محمود سامي البارودي فعل هذا، وشوقي وغيرهم. فكان طبعا المعارضة دي إنك أنت تعجب بقصيدة وبتقول قصيدة زيها. المعارضة اللي هي غير مستحبة انك انت تقول مثلا ان انا ايه فلان عمل قصيدة، انا اعمل قصيدة احسن منه، على اساس انك انت ايه كده بتنافسه في حكاية الشعر وعايز انك انت تعمل قصيدة احسن واحسن. فطبعا دي المعارضة اللي هي غير مستحبة في الشعر او منكرة من الشعراء، لان بيبقى فيها تكلف. حضرتك يبقى شايف ان، يعني من وجهة نظر حضرتك، شايف ان الشعر ليه مكانته حاليا زي الاول، او القوة بتاعته زي الاول؟ والله هو الشعر طبعا في الايام بتاعتنا دي مش واخد حظ، مش كله مش واخد. لا لا لا، دلوقتي الاغاني اللي هي طالعه ديت والحاجات اللي احنا بنسمعها ديت خدت مساحه اكبر، مع ان يعني ملهاش المساحه ديت، احنا في حاجات احلى منها، الشعر ايوه طبعا. والالقاء والقصائد الجميله. الشعر مش بي يعني مش بيكلم واحد بس، لا الخطيب العامه، الشعر مش بيخاطب شخص واحد، لا لا لا، بيخاطب الفقير والغني، الصغير والكبير، والشعر ده بيخاطب اصلا كله. ايوه ايوه احساس طالع من حضرتك طبعا بتكتبه على على الورقه او طبعا. القلم. اولا نقدر نقول ان احنا طبعا نادر جدا ان حد بيتكلم باللغه الفصحى. اللغه الفصحى صعبه ده طبعا دلوقتي، ما حدش بيتكلم بيها كتير يعني. فده اللي خلى الشعر انحدر، او الشعر المسيطر حاليا الشعر العامي، ان انا ملتزمش مثلا بوزن وقافيه في الشعر، لا وملتزمش مثلا بموضوع معين.
هلاقي واحد مثلا قال مقطوعة صغيرة شعرية كده متعددة الموضوعات، لها كذا موضوع وكذا غرض. فطبعا ده عكس الشعر الفصيح، الشعر الفصيح بيبقى فيه وزن وفيه قافية وفيه موضوع معين، في أسس حضرتك بيمشوا عليها عشان فهو يكتبوا. صعب، صعب انك انت تسير على هذا النهج، بيبقى صعب جدا. البوردة خدت وقت قد ايه لكتابتها او لحفظها؟ والله انا بدأت اكتب البوردة كنت في سنة أولى في الجامعة، بدأت كتبت جزء منها صغير كده، وبعدين في سنة التخرج بعد ما فرغت من الامتحانات بدأت في تكملة لقصيدة نهج البوردة، والحمد لله أتمتها بعد ما يعني بعد فترة كده، خدت معايا شهور يعني. وبعدين عملت قصيدة تانية اللي هي القصيدة المحمدية، تمام، تعتبر يعني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة ممكن والسلام. نسمع حاجة منها؟ طبعا محمد، هتلاقي الشطر بتاعها، أول شطر محمد، والشطرة التانية برضو هتبقى محمد، زي ما كان البصيري عليه رحمة الله بيقول: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ففي القصيدة المحمدية المحمد في الشطرة الأولى ومحمد في الشطرة الثانية، زي إيه؟ محمد سلس اللسان والكلم، محمد عذب الحديث والعلم. فطبعا سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. الشاعر البصيري جعل مدائحه فيه بعدما أصيب بمرض الفالج اللي هو الشلل النصفي. بعدها ذكر مرضه ده في القصيدة؟ لا، هو ما ذكرش مرضه في القصيدة، هو بس لما بيتحدث عن نفسه بيقول: إن أنا أصبت بالفالج اللي هو الشلل النصفي، أعاذنا الله وإياكم، في أيامنا دي. فدعا الله عز وجل واستشفع في أن يعافيه بقصيدة البردة، فأنشد البردة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة فرأى والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يمسح على وجهه ويعطيه البردة، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كساه البردة وهو ينشد بين يديه هذه القصيدة، فقام بريئا. يعني تتخيل كده. تعافى. سبحان سبحان الله الله. سبحان الله بعد طبعا. الله وسلم أكيد. احنا لو كتبنا مليون قصيدة في حق النبي عمر ما نوفوه بحقه طبعا. أيوة طبعا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه له الصلاة حقوق والسلام. كثيرة عليه علينا، الصلاة والسلام. ونرجو أن يكون شفيعا لنا يوم القيامة إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم أستاذ آمين. محمود، بتشوف إن الشعر أي حد يكتبه؟ يعني سهل إن أي حد يكتب، ولا لازم يكون متمكن منه، ولازم يكون إن هو عنده إحساس عالي كل ده؟ والله الشاعر لازم يبقى عنده موهبة في الأول، وبعدين الظروف المحيطة به، البيئة نفسها هي اللي بتخلي الشاعر يقول الشعر. فطبعا إذا ما كانتش موجودة الموهبة عنده من الأول مش هيعرف أكيد يقول مش هعرف الشعر. يقول لا 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 طبعا. أستاذ محمود، في حاجة عايزة أستفهمها من حضرتك. اتفضل. دلوقتي البوصيري لما بدأ القصيدة بتاعته اتكلم عن الحب، تمام كده؟ وبعد كده اتكلم عن مدح الرسول. اللهم صل طيب، على محمد. عليه الصلاة والسلام. أنا دلوقتي عايزة أعرف إزاي إن هو يبدأ بحاجة وبعد كده يبدأ حاجة تانية؟ المفروض يبقى القصيدة هدف واحد، يا إما هتكلم عن الحب أو هتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. إيه وجهة نظر حضرتك في اللي أنا بقوله ده؟ والله هو الشعراء الجاهليين كانوا بيبدأوا قصائدهم بالحديث عن المرأة والغزل وشكوى الغرام والنسيب، يعني يعرف اللون ده من الشعر، يعرف بالغزل والنسيب. فكانوا هما بيفتتحوا القصائد بتاعتهم بالحديث عن الحب والتغزل في المرأة. فالبوصيري نهج على هذا المنوال وتكلم في الأول عن محبوبته، ثم مدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته. يعني ده كان عادي في الزمن اللي هم فيه، يعني ده كان عادي. كانت عادة عندهم تقليدية، بيقولوا كلام عن مدح المرأة، النساء وبعد مدح كده النساء حاجة تانية. هو وجهة نظرهم ان الحديث عن المرأة بيشجع الناس ان هي تقرأ الشعر ده، يعني بيكون خفيف على النفس. تمام. هل صرح شوقي بمعارضته للبوصيري ولا ما صرحش؟
هو احنا عارفينه ان طبعا هو صرح. حضرتك بتسألي عن نهج البرده بتاعت احمد شوقي اه اللي يعني هي هو صرح ان هو عرضه. لا هو طبعا احمد شوقي في قصيدته لم يصرح بانه يعارض البوصيري، وانما هو بيتمنى ان هو زي ما ابن البوصيري بيقول ابيات في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو التاني بيتمنى ان هو يقول ابيات برضه في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الشعر بتاعه برضه: الله يشهد اني لا اعارضه، من ذا يعارض صوب العارض العارم، وانما انا غابط ومن يغبط وليك لا يزمم ولا يلم. على اساس ان هو بينفي عن نفسه المعارضه، بيقول لا انا ما اقدرش ان انا اعارض البصيري، ده البصيري ده شاعر ده كبير. شعر كبير. طبعا ما اقدرش ان انا اقول يبقى حاجه. في المنافسة، طبعا المنافسة الجميلة بس ما هو بين الشعراء بس هو بيقول لنهج البرده دي حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. زي ما عمل البصيري وكعب ابن زهير. تمام. من قدوة حضرتك في الشعر؟ يعني أخدت قدوة من بدايتك أو من صغرك إن هو يكون ده هو قدوة بتاعتي وأنا هتعلم منه الشعر كله؟ هو طبعا انا بقرا شعر ابي الطيب المتنبي، طبعا الشعر بتاعه يميل الى الحكمه بشكل كبير، يعني بيتكلم عن الحكمه كده، وبيبقى مثلا في حكايه الحكمه دي بيرسلها الى المستمع، فالمستمع نفسه بيتقبل هذا الامر. وزي ما بيقولوا الحكمه ضلت المؤمن، فشعر الحكمة ده شعر جميل جدا، فكنت بحب أسمع وأقرأ شعر أبي الطيب المتنبي وشعر أحمد شوقي، بالإضافة إلى الشعراء الجاهليين. طبعا دي كانت طبعا هي الأساس والمصدر والمرجع تمام في الشعر. تمام تشرفنا بحضرتك يا استاذ محمود، وكان نفسي يكون في وقت اكتر من كده عشان نتعرف اكتر عن الشعر ونتعلم من حضرتك. والله أنا سعيد بوجودي معاكم احنا وسعيد. سعداء جدا يا دكتور محمود اللي حضرتك جيت معانا في برنامج اسرار ربنا الحياه. يكرمك والله. وبصراحه يعني احنا استفدنا من حضرتك كتير جدا عن البرده وشعراء البرده والمعارضه الجميله اللي كانت ما بين الشعراء. ربنا يخليك يا استاذ. اتمنى من الساده المشاهدين يعني تكون حلقه موفقه ان شاء ان الله. شاء الله ان شاء الله كده ان شاء الله. وصلنا لنهايه حلقتنا وليس نهايه برنامجنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة.